الميدانية نشب حريق في مطار دمشق الدولي جراء إطلاق إرهابيين قذيفة على خزان للكيروسين. وفرق الإطفاء سيطرت على الحريق بشكل كامل لتعود الحركة إلى طبيعتها في المطار. هذه الصور ليست من سوق تجاري أو من مقهى دمشقي، بل من مطار دمشق الدولي الذي بقي عصيا على محاولات الإرهابيين الذين عجزوا بأقدامهم على الأرض أن يثبتوا أو أن يتقدموا، فرموا قذائفهم العمياء علها تنجدهم ببعض النصر الزائف على شاشات التلفزة، ولكن السوريين من محاولاتهم يملون ومن أوهامهم يسخرون، وعلى محطات بلادهم يروون عن سير الحياة الطبيعية على أرض المطار. يوم الجمعة 3 شهر شو شايف حركة بالمطار؟ حركة طبيعية وما في شيء أي شيء بالمطار. بيقولوا المطار واقف وأبطال ومفروض هاي دعايات استعمارية، كل شيء بيقولوا دائما عنه شيء خاطئ. هذا لا، هاي حركة المطار ونحن مسافرين بإذن الله وما في شيء، يعني الحركة طبيعية وشايف الشعب وشايف المسافرين وفي كثافة سفر كثير. يعني يوم الجمعة 3 الشهر لا ما في شيء، الحمد لله آمن ما في شيء. حركة ممتازة وما في أحلى من هيك، رايحين جايين هالناس مثل كأنه ما في شيء. اليوم الجمعة وبالشهر اليوم 3 الشهر. حاولوا مرارا وتكرارا وما أقبح أفعالهم التي يحاولون بها قتل السوريين وتدمير اقتصادهم، ولكن ما أشد خزيهم فهم يرمون ولا يبصرون ويخططون ومن العقل يفرغون. كنا شايفين زحمة وفي مسافرين كثير. يوم 3/5/2013 اليوم الجمعة. اليوم الجمعة 3 الشهر مطار دمشق الدولي. يوم الجمعة. الله يحفظك. السعودية. هون؟ لا. هلا طالع طبيعي ولا ايش؟ لا طبيعي الحمد لله. وين كنت؟ كنت بالشام اليوم؟ ايه كنت بالشام. في شيء على الطريق؟ لا الحمد لله ما في شيء. وين؟ اجيت من باب المصلى. انا كنت بالمطار امبارح لما صارت المشاكل والله. والله كلنا قاعدين هون وما سمعنا غير صوت انفجار. اول شيء جينا كلياتنا رقدنا، الانفجار الثاني بلش بلور يهر، نزلنا كلياتنا لتحت على الملجا، ضلينا قاعدين بالملجا بحدود شي ساعه وربع، بعدين طلعنا لفوق. طيب هلا اجوا الحركه طبيعيه؟ اكثر من طبيعيه. قد تحدث افعالهم عندنا تاثيرا للحظات وان تخطتها لساعات، وقد نبقي لاثامهم حولنا بعض البصمات لا لنتعرف بها على هويتهم فهي عندنا جلية، بل لتبقى في ذاكرتنا لنرويها لأبنائنا ونحملها كحقائبنا لنعريها أمام أبنائنا في الاغتراب.